كم اللينك بدايته؟ في اربع ارقام وفي ثلاث ارقام، شنو تبي؟ اعطيني ابو اربع. ابو اربع بلشها ب 1000. يلا يا بطل. 1000 ماكو مساعده شيء. شوف 1000 مضاعفات الخمسه، انتبه ها. يعني ما تعطيني رقم مطشر. 1005 1010 15 20 25 كذي. اي ارقام 1030 1035 بدايه صراحه 200 تساعدونا. قالت 1000 1000 بلشها ب 1000. بدايته 1000 يعني بلشها بواحد. الله واحد. 1775 غلط. ها غلط ولا صح؟ اوه يا سلام. الف مبروك. الف مبروك. لا 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 يا سالم. لا 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 يا سالم. لا 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 يا سالم جبت اللينك يا سالم. سالم قاعد تشوفنا بالتلفزيون ولا لا؟ يعني صح الرقم ولا لا؟ صح الرقم. صح صح الرقم. روح شوف المبلغ 1700 وكم. خلنا نقول الرقم. اسمع اسمع والله يا سالم 1775 دولار كاهو على الهواء. يا سالم الف مبروك. يا سلام. تستاهل. كاش 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 دينار ينطح دينار. هذا على طول طبعا شباب راح يدزون لك اياها. ولا تنسى طبعا الجائزه اللي اعطيتك اياها يو ار فرود تروح تضبط جيبك. يعني اقول لك شغله، يعني انت الحين جايبك فيه فلوس وموترك معدل، يعني هذا اللي يقول لك اروح وما ارجع. عليك بالعافيه. تستاهل يا بطل. عليك بالعافيه يا سالم. الف مبروك. تستاهل. والله كسر الرقم. اي والله خبصوني داخل. اول شيء قالوا لا، بعدين قالوا اي ضيعنا. ما ينقزونا احنا على نتعلم سوالفهم، لان قلت لك المتصل. الف مبروك يا سالم، الصراحه تستاهل. بس سمعي صار موضوع زبونك سهل. ها زبوني قال زباين لازم يفوزون. الموضوع سهال، اي واحد مطق الباب فاز باللينك. اي والله شوف انا كنت حاسه قلت ابي اشارك. صعب الرقم؟ لا زين كذي نعطيهم مطشر. خل الناس تفوز، خل تستانس عليهم بالعافيه. يلا عليكم خي يكشخون بالعيد. يبا عليكم بالعافيه ويعطون عيادي بعد. والله يا اخوان والله العظيم نستانس اذا فعلا واحد يعني يفوز باللينك. يعني هذه مسابقه غير عن المسابقه الثانيه.